ظهر في عصرنا هذا ما يعرف بقوم يسمون أنفسهم بالقرآنيون، القرآنيين، القرآنيون على الحكاية. وهؤلاء ظهروا في الهند وفي غيرها ويقولون يعني يقوم أمرهم على ترك السنة، وما صح به القرآن وأخذوا به، وما لم يأتي في القرآن لا يأخذوا به، وهذا تعطيل للدين ورد للسنة. والله يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فادعاهم كذب ودينهم باطل، ولا يعدون هؤلاء على الصحيح مسلمون أبدا، فلا عبرة باختلافهم ولا بآرائهم التي قاموا عليها. بعض ينسب إلى بعض من يسمون بالعقلانيين أنهم قالوا إنه كيف ينزل والنبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء. قلنا مرارا هذا ينزل عليه السلام مجددا تابعا لمحمد صلوات الله وسلامه عليه، وكونه يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية لا يعد هذا نسخا للشريعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبر بهذا، هو الذي أخبر بأن هذا سيقع زمن عيسى عليه السلام. فقد أجمع المسلمون على نزول المسيح عيسى بن مريم، والحجة في هذا الكتاب والسنة، بأيديهما نوران ذكر وسنة، فما بالهم في حالك الظلمات. هذا بيت لشوقي يتكلم عن أمة محمد. دل القرآن والسنة. أما القرآن فقد قال الله جل وعلا وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وقال جل وعلا في سورة الزخرف لما ذكره ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، إلى أن قال جل ذكره وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون. قوله جل وعلا وإنه لعلم للساعة لها وجهان عند العلماء. المعنى معنى مرجوح تحتمله الآية لكنه مرجوح، وهو أن يكون المعنى من قول الله جل وعلا وإنه لعلم للساعة أن خلق عيسى من غير أب دلالة على قدرة الله جل وعلا على بعث الأموات عند قيام الساعة، وهذا من حيث التوصل للمعنى صحيح، فهذا حق، لكن ليس هذا المراد من الآية. والمراد من الآية كما ثبت في الخبر الصحيح عن الحبر بن عباس رضي الله تعالى عنهما المعنى أنه جعل نزول عيسى علامة على قيام الساعة. هذا من الكتاب. من السنة قال صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم إذ ليس بيني وبينه نبي وإنه نازل. هذا موضع الشاهد، وإنه نازل، وهذا يدل على أنه في مكان عال وهو السماء. وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه رجل مربوع بين الحمرة والبياض، كأن في رأسه بلل، كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل. هذا كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، وإن لم يصبه بلل. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم عما يكون على يديه، فينزل فيهلك الله في زمانه الملل، فينزل فيدق الصليب ويكسر فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام، فيهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام، ويهلك الله في زمنه المسيح الدجال. هذا كلام في الحديث نفسه، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم وتؤتى الأرض أمنة، يعني يعيش الناس في أمنة حتى ترتع الأسود مع الإبل والنمار مع البقر والذئاب مع الغنم ويلعب الصبيان بالحيات فلا تضرهم. لا إله إلا هذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم، يصل الأمن لهذا إلى هذا الحد. ثم قال صلوات الله وسلامه فيمكث 40 سنة ثم يتوفى ويدفنه يصلي عليه المسلمون. بقيت مسألة قوله عليه الصلاة والسلام يمكث 40 سنة، وجاء في أحاديث صحيحة أنه يمكث 7 سنين. قال بعض أهل العلم رحمهم الله في التوفيق بين الحديثين أن عمر عيسى عليه السلام 40 سنة، وأنه رفع وعمره 33 كما اشتهر في الأخبار. نعم. يعني لا فيكون مكث في الأرض 7 سنوات. فقول عليه الصلاة والسلام 40 إنما هو جملة حياة المسيح عيسى بن مريم على أظهر على أظهر الأقوال. فهذا هذان الدليلان العظيمان من الكتاب والسنة على نزول عيسى بن مريم، وهو محل إجماع من المسلمين.